هي القطاعات الأكثر حاجة للروبوت والذكاء الاصطناعي؟ وما هي الخطوات المطلوب تحقيقها حتى نتمكن من صناعة المستقبل؟ أكثر من 400 خبير يشرفون على برامج وتدريب الطلاب والمعلمين في مؤتمر أبوظبي قدوة. تفاصيل أكثر مع ضيف فقرتنا الأولى دكتور مايكل هورن المشارك في مؤتمر المعلمين في دورته الثانية. مستر مايكل هورن، نرحب فيك اليوم معنا في برنامج دولة المستقبل. Thank you for having me. شو رأيك نروح مع بعض نشوف هذا التقرير ومن بعد إن شاء الله بنكمل معاك أسئلتنا وحوارنا. يحاكي كل مجال من مجالات الذكاء الاصطناعي وجهاً محدداً من الذكاء البشري بهدف معالجة مشكلات متعددة. وتشهد تطبيقات الذكاء الاصطناعي تطورات في مجال التعلم الآلي بما فيها التعلم العميق والتعلم المعزز الذي يخول البرامج إنجاز مهام أكثر تعقيدا. وقد حلت دولة الإمارات العربية المتحدة في مركز الصدارة لجهة اعتماد التكنولوجيا الذكية باستثمارات تصل إلى 33 مليار درهم خلال عام 2017 بحسب التوقعات. وقد استثمرت دولة الإمارات في عدد كبير من الشركات الناشئة التي تستخدم الذكاء الاصطناعي في قطاعات مختلفة، ومن بينها كي نيكست وأفالون إي آي وجرام لابز وماركت آي كيو من خلال برنامج مسرعات دبي المستقبل. كما تم عقد شراكة بين شركة كوماي تكنولوجيز المدعومة من برنامج مسرعات دبي المستقبل وشرطة دبي بهدف تطوير حلول الذكاء الاصطناعي في مجال الأدلة الجنائية. وتعمل كوغنايت وهي مشروع مشترك بين كل من شركة مبادلة للتنمية وشركة اي بي ام واتسون إلى توفير نظام الحوسبة الإدراكية الذي يدعم عملية اتخاذ القرارات في شركات دولة الإمارات العربية المتحدة. وتعمل شركات في مختلف القطاعات في الدولة منها الرعاية الصحية والتعليم والنفط والغاز والطيران على دمج النظم المعرفية في أعمالها. وفي السياق، أظهر استطلاع المستهلك الرقمي لعام 2017 أجرته شركة أكسنتشر أن 76 من المستخدمين في دولة الإمارات راضون عن مستوى خدمة العملاء بالذكاء الاصطناعي، فيما تصل هذه النسبة إلى 62 عالمياً. في بداية الأسئلة مستر مايكل، أبغي أعرف منك اليوم الذكاء الاصطناعي والروبوت استخدموه في كثير من المجالات، شو أهم المجالات اللي ممكن فعلا تكون بحاجة إلى الروبوت والذكاء الاصطناعي؟ Anywhere that there's lots of patterns or rules in the world that we can replicate and allow robots and artificial intelligence to do work that previously had lots of human error and was challenging, I think is a tremendous opportunity for them to help simplify life and introduce conveniences for humanity and then allow humans to be freed up to do more creative work. شاركت في الدورة الثانية لمنتدى المعلمين الدولي لعام 2017 في العاصمة أبوظبي، شو أهم المحاور اللي تناقشوا فيها من خلال هذا المنتدى، وما مدى اليوم التركيز على الروبوت والذكاء الاصطناعي في حلقات النقاشية الخاصة بالمنتدى؟ Yeah, so at Kudwa I was talking about how online learning and technology can really create unbelievable opportunities to personalize learning for every single child. And the reality is we all have different learning needs at different times. But our traditional school system was built to standardize the way we teach and test. And through the use of smart technology, we can really allow teachers to reach every single individual child and unlock all of their passion and potential. في بحث مستر مايكل خذيت تقريبا 10 سنوات لتحضيره، أبغي أعرف شو أهم وأبرز يعني خلينا نقول نتائج هذا البحث اللي أنت خذيت فيه 10 سنين تقريبا. Over the last 10 years I've been studying how technology used in the classroom in intelligent ways can really unlock student learning for every single child and so that teachers can spend less time on delivery of instruction and lecturing and far more time in small groups tutoring and rich projects so that students can deepen their understanding of concepts far more than they ever otherwise could.
اليوم أكيد وجود خلينا نقول الروبوت أو الذكاء الاصطناعي ما يغنينا عن وجود المعلم بشكل أساسي. كيف يقدر اليوم المعلم أن يستفيد من خلينا نقول التجارب التكنولوجية في تطوير التعليم وتحفيز المعلمين لتقديم نجاحات في هذا المجال؟ So teachers have an enormous opportunity to leverage the technology. It's not going to replace them, but instead really show how they can reach each individual. And every teacher that I know wants to reach every single child in their classroom, but they've just never been able to do it. And so by using technology as an augmentation, really, so that students are grouped, they have opportunities to learn online, and then they move into one-on-one and small group interactions with the teachers, it really will integrate the experience so that this isn't threatening to teachers, but actually an opportunity for them. اليوم مستر مايكل التكنولوجيا موجودة في حياتنا خلينا نقول في كل النواحي ومن كل مكان في الصحة وفي الألعاب وفي التواصل وفي كل المجالات. كيف نقدر نحن نحول أو نستفيد من هذه التكنولوجيا وهذه الألعاب أن نحن نحولها إلى علم اليوم؟ So it's funny because games are this unbelievable engine all around us that we love to do. We love to play games on our phones and everything else. And yet education is the one place that operates the exact opposite from a game. Basically, we tell people you move on when the teacher says to, even if you haven't mastered that level before. Maybe you've already mastered it, but you have to stay here in your seat while the teacher continues to lecture. So I think actually games have a lot to teach us in education, and really from causing students to learn things more deeply because they want to repeat and really master something, to actually changing the way the entire school day and year works so that students start to move on upon mastery, not because it's a particular day in the calendar and we've said that they have to move on. So I think games have an enormous potential to transform the education system. بشكل عام أبغيك تخبرني عن ما مدى اليوم وجود عقبات ممكن أنها تنتج عن تفاعل الإنسان مع الروبوت. So I think the biggest thing that could impede our interaction with robots is really our fear of them and not understanding that they don't replace humans, they just change the job that humans have to do. And so it's really understanding that they're not there to compete directly with you, but to complement you, and understand that means we have to learn to do some new things. And so training people to have new skill sets alongside of robots is what's going to be important. في الأخير حاب أعرف منك كيف بوجهة نظرك تشوف المستقبل في ظل وجود هذه التكنولوجيا وتطورات والروبوت والذكاء الاصطناعي وكل ما هو موجود حوالينا، كيف تقدر تشوف اليوم المستقبل بوجهة نظرك أنت؟ There's no question that technology is rapidly changing all sectors around us, and what's clear from the research is that that pace of change is actually accelerating because of the digital nature of this. We can constantly have robots, machines learning themselves in effect to get better and better at the tasks that they did before, and not always having to rely on humans to do a lot of that improvement. What that means is that over the next 5, 10, 15 years, there's going to be enormous change, and I think in all sectors, many jobs may go away, but it will create new opportunities for human beings to create alongside them and improve all of our quality of life. شكرا جزيلا لك مستر مايكل هورن. اليوم أنت وصلت من الولايات المتحدة الأمريكية إلى دولة الإمارات عشان تعطينا هذه المعلومات الثمينة في برنامج دولة المستقبل. شكرا لك. Thank you so much. تعمل المؤسسات بدولة الإمارات على إطلاق مبادرات وتمويل مشاريع تهتم بالذكاء الاصطناعي. ما هي النتائج التي تحققت والنتائج المتوقعة لكل هذه المبادرات؟ هل الأبحاث في الدول العربية بحجم ما يحتاجه هذا القطاع؟ ماذا نحتاج من استثمارات وكوادر بشرية وأبحاث للإسهام بمستقبل الذكاء الاصطناعي؟ تفاصيل الفقرة التالية مع الدكتور محمد جيرادات، أستاذ في كلية الهندسة بالجامعة الأمريكية في الشارقة. دكتور محمد جيرادات، يا مرحبا وسهلا فيك اليوم معنا في برنامج دولة المستقبل. أهلا وسهلا فيك يا حيان. دكتور، في البداية حاب أعرف منك، الذكاء الاصطناعي اليوم أصبح موجود في مجالات كثيرة، برأيك اليوم شو أهم القطاعات اللي فعلا محتاجة اليوم إلى وجود ذكاء اصطناعي، وخصيصا وجود ممكن روبوت أنه يخدم أو يقدم يعني خلينا نقول خدمات مختلفة في هذا القطاع؟
شكرا على سؤالك، ويعتبر من الأسئلة المهمة جدا في القطاع في الوقت الحالي أنه ما هو استخدامات الروبوت. الروبوت بشكل عام يمكن تعريفه فهو على شكل الآلة الذكية، الآلة الذكية القادرة على القيام بالأعمال والمهام المطلوبة بشكل ذاتي ومتقن، والهدف منها هي تعزيز الإمكانيات الموجودة من عند البشر بحيث توفر هذه المنتج بطريقة أفضل. فإذا جينا على معظم المجالات الموجودة حاليا ممكن توفير أو توظيف الروبوت فيها للقيام بهذه المهام. لو بدينا مثلا من قطاع التعليم، قطاع التعليم بحد ذاته هو أحد من القطاعات ممكن توفير الروبوت فيها بحيث أن يكون هناك تفاعل ما بين الطلاب وما بين الروبوت بحيث العملية تكون أكثر تحفيزية وبنفس الوقت تكون أكثر إنتاجية للطالب يعني باستخدام التكنولوجيا الحديثة. من القطاعات الأخرى هي القطاع الطبي، ومعروف عندنا استخدام الروبوت كثير في إجراء العمليات الجراحية، في العمليات الدقيقة، في استبدال الأعضاء، في بعض الحالات يمكن إجراء العمليات من مسافات بعيدة بحيث أن الدكتور يكون في مكان ويتم إجراء العملية في مكان آخر من خلال شبكة الاتصالات، ويتم توفير منتج أفضل من خلال تطبيق الروبوت. القطاع الصناعي هو أكثر قطاع مشهور في توظيف الروبوت، وهو أول قطاع تقريبا من سبعينات القرن الماضي، والناس استعمل الروبوت بشكل متواصل في الصناعة. وبحيث في الوقت الأخير حاليا مع الثورة الكبيرة في التكنولوجيا اللي هي موجودة حاليا في العالم، بنشوف أن الروبوت تم استخدامه كثيرا في المنتجات اللي هي المنزلية، الاستخدامات المنزلية، بحيث حاليا ممكن وجود روبوت أو آلة ذكية داخل المنزل بطريقة أو بأخرى بحيث توفر لنا اللي هي الخدمات بشكل ذاتي. اليوم دكتور شو هي أهم ركائز خلينا نقول قطاع الذكاء الاصطناعي؟ زي ما بديت في المقابلة بالسؤال الأول حكينا عن الروبوت هو الآلة الذكية. فالروبوت بحد ذاته هو زي جسم الإنسان، يتكون من أسلوب الحركة، المحركات، وبنفس الوقت اللي هي الحساسات أو المستشعرات اللي بتوفر اللي هي السنسور. فبناء عليه الروبوت بحد ذاته مش قادر على توفير اللي هو القدرة على أخذ القرار. فالذكاء الاصطناعي هو الطريقة اللي إحنا بنوفرها داخل أي آلة بحيث تصير ذكية. هي طريقة مثلا تحاكي طريقة عمل الإنسان أو اللي هو نسميه الخبير الإنساني في أخذ القرار. فنأخذ على سبيل المثال أي عملية ممكن الواحد يحاول يأخذ فيها قرار ويقارن حتى يحصل على نتيجة نهائية، دائما بتكون العملية من خلال مجموعة من القواعد اللي هي احنا نسميها قواعد الشرطية، بحيث انه اذا تم تطبيقها بشكل معين يتم الحصول على اللي هو النتيجة النهائية. فالذكاء الاصطناعي هي مجموعة من الطرق الخوارزميات اللي يتم فيها توفير هذه المعلومة للمشين، وعادة ما تكون هذه العملية مشابهة تقريبا لما يقوم فيه الإنسان. فهي الذكاء الاصطناعي هو نفس الذكاء الموجود عند الإنسان، لكن يتم توفيرها بطريقة أخرى في طريقة سلسة بحيث أن الإنسان ممكن يبرمج فيها أو يوفر هذه المعلومة للآلة بحيث تعطينا توفر عنا اللي هو النتيجة النهائية. طيب دكتور، كثير مشاكل خلينا نقول صادفتنا خلال مثلا كثير من السنوات حتى الماضية، شو أبرز أو أهم المشاكل اللي ممكن تكون صادفتنا لكنها انحلت بواسطة الذكاء الاصطناعي أو انحلت بواسطة الروبوت؟ السؤال هذا كمان سؤال جميل يعني، واحدة من الأهم الأشياء دائما إحنا مستعملها مستعمل الروبوت لتحفيز عملية الإنتاج. فكانت واحدة من الأشياء اللي إحنا مستعملها حاليا هي زي ما حكيت في الجراحات الدقيقة. الجراحة الدقيقة دائما تعتمد على وجود دائما جراح أو طبيب بنسميه ذو حرفية عالية بحيث أن تكون العملية تتم بسلاسة وبساطة. ففي الوقت الحالي يتم استخدام الروبوت لمحاكاة هذه العملية ويتم استخدامه ضمن المجال الطبي. من المجالات الأخرى اللي بنشوفها في الوقت الحالي وجود روبوت لعملية التنظيف، وهذا موجود في المنازل فممكن نستخدمه في الاستخدامات المنزلية. واحدة من الاستخدامات كمان الجميلة هي موجودة حاليا في استخدام الروبوت في الفضاء. فأكثر من مرة نشوف العملية مثلا اللي هو انتقال رواد الفضاء خارج المركبة بيكون عليهم نوع من المخاطرة والمغامرة، فيتم استخدام ذراع آلي كبديل عن هاي العملية، ويتم اللي هو توظيف الروبوت بطريقة مناسبة لتفادي المخاطر اللي بتكون موجودة. إلى أي مدى دكتور اليوم الدول العربية أصبحت تعمل بالذكاء الاصطناعي وصارت مهتمة في هذا المجال؟ والله
في الفترة الأخيرة فهناك اهتمام كبير من الدول العربية في توظيف الذكاء الاصطناعي والروبوتات، وواحدة من هذه الدول أو هي الدولة الرقم واحد في هذا المجال هي دولة الإمارات. وواضح جدا هو توظيف اللي هو الذكاء الاصطناعي في مختلف مجال الخدمات، في مختلف مجال التعليمية، في مختلف المجالات الخدماتية. وبنفس الوقت حاليا ننتقل في وجود الآلات الذكية مثل سيارات ذاتية الحركة، موجود كمان اللي هو استخدامات للروبوت في الصناعة، موجود استخدامات للروبوت في القطاع التعليمي. فملاحظ هو استخدام الروبوت في الفترة الأخيرة في المنطقة صار أكثر، وبنفس الوقت في هناك محفز لوجود ناس للعمل في هذا المجال حيث يكون هناك إنتاجية أكبر في المستقبل. أي أكثر مجال تحس أنه هو أخذ النصيب الأكبر في الاهتمام؟ في الروبوت والذكاء الاصطناعي أكثر مجال حاليا زي ما حكيت لك من بداية في الفترة الماضية كان مجال الصناعي. المجال الصناعي حاز على اهتمام كبير لفترة طويلة لسهولة توفير الروبوت، كانت هي الأذرع الآلية نسميها المانيبيوليترز، كان توفير الروبوت فيها لحل المشاكل الموجودة في الصناعة. فممكن نشوف خط إنتاج كامل في المصنع والعملية هي مؤتمتة من البداية حتى النهاية باستخدام الأذرع الآلية وباستخدام الماشينز الموجودة. بعد هيك صار عندنا ثورة كبيرة في الاستخدامات المنزلية، فحاليا عندنا كثير من التطبيقات الموجوده في المنازل هي عباره عن الات ذكيه، وبنفس الوقت هناك نوع من الروبوت الموجود عندنا. بيجي بعد هيك اللي هو القطاع، كان القطاع الطبي زي ما حكينا، القطاع الطبي اخذ كثير من العمليات الاتمته، وفي عندنا كمان اللي هي القطاعات التعليميه في الوقت الحالي. فمعظم الخدمات الخدماتيه بشكل عام سواء تعليميه طبيه او فصار لهنا صار في الوقت الحالي اكثر مجال من القطاعات الاخرى. طيب دكتور، اليوم استثمرت دولة الإمارات وبالتحديد في مصرعات دبي المستقبل، هذا البرنامج الضخم أيضا اللي يوجد في إمارة دبي. اليوم ماذا يعني استثمار الذكاء الاصطناعي أو أن الواحد ممكن يستثمر في هذا المجال؟ بالفترة الأخيرة كانت معظم الدراسات الاقتصادية توضح بشكل كبير اللي هو كم راح يكون حجم الاستثمار في مجال الروبوت وفي مجال القطاعات الذكية. ف وجود هذا التوجه بالوقت الحالي هو يتماشى مع التوجه العالمي في هذا الموضوع، ويوفر بالضبط اللي هو بيئة استثمارية حديثة بحيث من وجود شركات حديثة ووجود فرص عمل وبنفس الوقت ووجود خدمات آلية. فهذا التوجه بيكون بنفس التوجه العالمي لهذا الاستثمار، وهذا يوفر أكثر فرص عمل بشكل عام في هذا المجال. اليوم دكتور أنتوا أيضا مهتمين بشكل كبير بالأبحاث العلمية، شو يعني أبرز الأبحاث أو أبرز الأشياء اللي أنتوا تركزون عليها أكثر في أبحاثكم؟ زي ما ذكرت في الأول حكينا عن الروبوت هو بشكل عام هو آلة ذكية، فعملية اللي هو توفير الذكاء اللي بنسميها عملية تضمين الذكاء داخل الآلة هو يعتبر هو أكبر جزء صعب حاليا في الوقت الحالي. فممكن أي آلة ممكن واحد يقوم بتركيبها، لكن عملية اللي هو توفير الذكاء الاصطناعي داخل الآلة اللي هو بنسميه عملية الأتمتة ممكن في أكثر من طريقة. فمعظم الأبحاث حاليا بتقوم على طريقة توفير هذا الذكاء داخل الآلة حتى يكون الروبوت أو الآلة قادرة على إنجاز المهام المطلوبة منها. طيب دكتور، الأبحاث اللي اليوم تقوم فيها المؤسسات بشكل عام في الوطن العربي، هل هي كافية لحاجتنا للذكاء الاصطناعي والروبوت في كافة القطاعات، ولا تحس أن ما زلنا محتاجين أبحاث أكثر أو ما زلنا في أشياء كثير لسه ما توصلنا لها؟ دائما نحن نسميه البحث العلمي هو بحث، ودائما ما يكون هناك محفز أنه في إشي جديد. فبناء عليه معظم الأبحاث اللي انعملت أبحاث بحيث أعطتنا نتائج واستخدمناها حاليا ويوجد منها منتجات، وهذا إشي كثير جيد. ناو للمستقبل أكيد في عنا أشياء أخرى اللي هي بتخطر في بال الإنسان أو تخطر في بال المنتجين، وبناء عليه بتحتاج إلى أبحاث، مزيد من الأبحاث حتى نتمكن من الحصول على معلومات أكثر، وبنفس الوقت نقوم بتوفير التكنولوجيا المطلوبة لتوفير هذه المنتجات. ففي هنا الأبحاث اللي انعملت لحد الآن بحاجة إلى تعزيز أكثر، وبنفس الوقت بيعتمد على حاجة السوق من هذه المنتجات لتوفيرها للمواطنين. طيب أخيرا دكتور، أنت بوجهة نظرك إحنا اليوم شو بالضبط محتاجين من كوادر بشرية ومن أبحاث ومن استثمارات؟ شو محتاجين بالضبط عشان نوصل بالمستقبل في قطاع اليوم الذكاء الاصطناعي؟ أي عملية تطوير عايزة تبدأ من البحث والتطوير في الجامعات والتعليم.
فإذا تم اللي هو توفير هذا الموضوع في الجامعات بنفس الوقت يتم هناك الربط مع القطاع الصناعي، بتم توفير البيئة المهيئة لتوفير منتجات جديدة، وجود أبحاث جديدة، وجود خدمات جديدة. فهي عملية تكاملية، ما بتكون عملية واحدة من طرف واحد. فإذا وفرنا اللي هم نسميها البنية التحتية المطلوبة في الجامعات والمدارس، وبنفس الوقت كانت هناك بنية تحتية موجودة في الصناعة بحيث يتم الربط بيناتهم، يتم توفير خدمات أكثر وإنتاجية أكثر في هذا المجال. وهذا هو تقريبا هو النسق الماشي في الوقت الحالي في هذا المجال. دكتور محمد جرادات، أكيد إحنا اليوم استمتعنا جدا بالحديث معك في برنامج دولة المستقبل، وبكم أكيد دائما تقدم الأبحاث عشان نوصل إلى دولة المستقبل. شكرا لك. شكرا لك كثيرا. أهلا وسهلا. بالكوادر والأبحاث والاستثمارات، لا يبدو الوصول إلى عالم الذكاء الاصطناعي مستحيلا. نشوفكم في حلقة جديدة الأسبوع القادم، في أمان الله.